بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وحلقه جديده بالحرف الواحد، ويعني الحلقه الثامنه. وعشنا مع معاني في العلم كتيرة من الفيزياء، وعشنا معاني من الدين كتيرة. عايز اقول لكم حاجة لطيفة جدا، الحقيقة اتعلمت كتير في البرنامج ده، وبعدين ما تخيلتش ان الفيزياء ممكن تكون لطيفة وجميلة. تعالوا نروح على حلقة النهاردة. حلقة النهاردة بتقول: وانا طالب في ابتدائي واعدادي كان في مدرس العلوم بيقعد يشرح لنا انا وانتو يعني كلنا يعني عن دورة حياة المياه، المياه بيحصل فيها ايه في الطبيعة، دورة المياه في الطبيعة. المطر بينزل من السحاب على المحيطات والانهار، وبعدين يتبخر يروح يتكثف في السحاب، وبعدين يقوم منزل المطر تاني وكده. ونفضل احنا بقى واحنا قاعدين في الفصل يا البيضة ولا الفرخة والحدوتة دي. لكن كمان كان بيدور جوه ذهني وجوه عقل ناس كتير من زمايلي وقتها سؤال وحيد ما كناش لاقيين له إجابة: هي المية أصلا جت الكون إزاي؟ علماء الفيزياء أثبتوا، وعلى رأسهم فيزيائي مشهور جدا كان اسمه كارل ساجان. كارل ساجان بيقول المية تواجدت في الكون عندما وجدت النجوم. المية جت عن طريق النجوم. تعالوا نشوف ازاي بيقول ايه الراجل ده. بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الكون في نشأته كان مليان زي ما قلنا في حلقة قبل كده بسحب كثيفة من الغاز من الدخان اللي تشكلت منه بعد كده النجوم بفعل قوى الجاذبية، تجمع 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 لغاية ما بقى فيه نجم. والنجم مش حاجة كده منورة وفي الفضاء وخلاص يعني، لا زي ما انا وانت كنا فاكرين، لا ده جوه النجم ده بتحصل تفاعلات نووية رهيبة لإنتاج العناصر الأثقل ثم الأثقل زي السيليكون والكبريت. كل ده من جوه النجم، السيليكون والكبريت والنيون والكالسيوم والنحاس والكربون والأكسجين و و و و وآخرهم حديد النيكل والحديد. يعني النجم يقعد يتكون جواه تفاعلات كتيرة، كل العناصر اللي أنا قلتها دي، كل العناصر وآخرهم حديد النيكل والحديد. وكل ما يكون النجم عنصر من العناصر يتمدد، وكل ما يكون النجم عنصر من العناصر يتمدد ويتمدد ويتمدد، زي الكرة لما تقعد تنفخها كده بالظبط يتمدد، وكل العناصر اللي بيكونها النجم في حياته بتتجمع حوالين مركز النجم في صورة طبقات طبقات. طب ومركز النجم نفسه ده بيبقى موجود متكون من ايه؟ حديد نيكل وحديد. ويفضل النجم عايش ويتمدد كل ما يكون عنصر من العناصر. خلاص متخيلينها؟ شفتوها؟ لكن أول ما النجم الحديد النيكل والحديد ومكانهم في مركز النجم نفسه يبقوا كتلة صلبة جدا، يفقد النجم قدرته على التمدد، مش عارف يعمل ايه، لأن مركزه بيكون حديد صلب من الصلب وما بيسمحش بالتمدد. وفي الحالة دي مش عارف النجم يتصرف ازاي، فيكون شكل النجم عبارة زي عن طبقات زي البصلة المشقوقة نصين، وكل العناصر اللي جواها متجمعة في صورة أغلفة أو طبقات حوالين مركزه، ومركزه حديد نيكل وحديد في حجم كوكب الأرض تقريبا. حاجة خرافية. سبحان الخالق، سبحان الخالق، لا إله إلا الله. تخيل لما مركز النجم بس عبارة عن كورة من حديد نيكل وحديد في حجم كوكب الأرض، أمال النجم نفسه يبقى عامل إزاي؟ ونتيجة كده النجم مش عارف يتمدد، وحديد نيكل وحديد ينفجر النجم أول ما يتكون الحديد، وكأن الحديد هو كلمة السر، ويفضل مركزه كنجم تاني أصغر في الحجم طبعا، لكنه دليل على انفجار نجم أكبر منه. عشان كده حصل الانفجار النجم الأكبر. طب والنجم أصغر يبدأ، والنجم الجديد الناتج ده له مواصفات خاصة جدا. أولها طبعا إن مادته أصلب من الصلب، لأن كثافة رهيبة جدا، ويعني معلقة شاي من مادته قد جبال إيفرست. وده زي ما ناسا وكالة ناسا قالت وشبهت بالظبط، قالوا عليه علماء الفيزياء اسم النجم النابض. يعني ايه النجم النابض؟ بعد ما انفجر النجم الكبير وبقى فيه نجم صغير دون عامل زي النجم النابض او البالسر. وده لانه بيرسل نبضات بتطرق صفحة الفضاء بصورة مستمرة. خلي بالكم الكلام ده خطير اللي انا هقوله، هنيجي للدين دلوقتي. صورته وكالة ناسا بأشعة اكس
وهو بيثقب أحد الأقراص النجمية في الفضاء، ونشرت الخبر بالصورة على صفحتها وكتبت تحتها النجم النابض الناتج عن انفجار نجمي سوبر نوفا. سوبر نوفا يحدث ثقبا في أحد الأقراص النجمية في الفضاء، واتنشر الكلام ده بتاريخ 23 يوليو 2015، والسوبر نوفا هو الاسم العلمي لانفجار النجم الأصلي الكبير. لكن العناصر الترابية اللي تشكلت في النجم الكبير بيقوم لما بيجي ينفجر يقوم قاذف بيها في الفضاء ساعة انفجاره في صورة تراب، بس مش تراب زي اللي انتوا عارفينه، تراب النجم. وأول ما يقذف تراب النجم المحمل بإيه؟ قلنا من ضمن العناصر إيه فاكرين؟ الأكسجين. في الفضاء يتحد الأكسجين بالهيدروجين لأول مرة فيكونوا المية على سطحه، وبكده تكون خرجت أول مية في الكون ما بين الحديد الصلب مركز النجم اللي انفجر وبقى النجم النابض، وما بين أنواع التراب المختلفة. استنى ما تقولش أنواع التراب المختلفة، قول أنواع الترابة المختلفة. الترابة في اللغة العربية معناها أسمنت. اللي قالت كده مش إحنا، اللي قالت كده العالمة جورانكا بيلاجوفيتش وفريقها البحثي بجامعة زاجرب بكرواتيا في بحث منشور بتاريخ 29 إبريل 2014 في مجلة الفيزياء الفلكية بجامعة كورنيل في أمريكا. وده لأنها قدرت تثبت أن تراب النجم اللي بينفجر ده اللي هو اسمه السوبر نوفا هو أسمنت، ده مش تراب عادي، لأنه لما يتخلط بالمية ويجف يتحجر زي الأسمنت. وده اللي بيفسر وجود ما حاجة تشبه مواد البناء في الفضاء. عشان كده أطلقت العالمة دي على النجوم المنفجرة سوبر نوفا اسم خلطات الأسمنت الكونية. إيه ده؟ هو ده الإجابة على السؤال الأولاني اللي سألناه، كيف بيتكون الماء في الأصل وإزاي جه الكون؟ تتكون المية بعد كده في جيوب تحوي يعني أنواع شتى من عناصر ترابية، وبقوا تنزل في صورة أمطار اسمها العلمي أمطار تراب النجم، جاي أصلاً من تراب النجم المطر. وهي دي زي ما قال كارل ساجان اللي اتخلق منها كل حاجة حوالينا من الموضوع دون، بما فيها ربنا خلق منها البشر أنا وإنت والكرسي اللي احنا قاعدين عليه إلى آخره. طيب خلينا نكمل ونقول بعد كده، طيب قبل ما يتولد كارل ساجان وأجداد أجداد 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 أجداده، إزاي هو بيقول لك إن لما النجم بينفجر بيبقى فيه نجم بعد كده صغير نابض وأثبتوا الكلام ده وكل ده؟ مش هو ده اللي ربنا قايله في القرآن على نجم محدد بذاته وأقسم به وخصه بصفة إنه نجم ثاقب، وإن إحنا اتخلقنا من مية بتخرج من بين الصلب وأنواع مختلفة من الترابة. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ايه هي الترائب؟ الترائب جمع ترابة اللي هي اسمنت، زي بالضبط ما تجمع كلمة عمامة فتقول عمائم، ترابة ترائب. والقرآن اي خلق من بين الصلب والترائب، والعالمة قالت ما تقولوش تراب، ده مش تراب، ده نوع اسمه من النوع مختلف وسمته يعني ما يشبه اللي احنا بنقوله عليه باللغة العربية ترابة. لكن قبل ما يتولد كمان ستيفن هوكينج وأجداد أجداد أجداده، قال لنا القرآن واسمع إشارة القرآن إن كل العناصر اللي في الأرض دي مش موجودة في الأرض أصلاً، دي نزلت من السماء محملة بكل العناصر اللي شكلت كل شيء على الأرض، حتى النباتات والجماد والجبال والحيوانات وبعد كده اتخلق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء
فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. كمان القرآن قال لنا آية تانية، إن الحديد مش موجود في الأرض، الحديد نزل من السماء بنص سورة الحديد اللي اسمها سورة الحديد. وأنزلنا الحديد، مش خلق، مش أوجدنا الحديد في الأرض، أنزلنا. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وكأن القرآن عايز يقول لنا أن الحديد هو أصلا كلمة السر في انفجار نزول العناصر، زي ما قلنا من شوية. أيوة يا جماعة، إحنا وكل حاجة حوالينا اتخلقت من تراب النجوم اللي انفجرت السوبر نوفا وماتت، وفي سنة 2004 وفي سنة 2011 طلعت وكالة ناسا بسفينة للفضاء اسمها سفينة تراب النجم، في مهمة خاصة للفضاء علشان تجيب لنا عينة من تراب النجوم هناك. وقال أندرو ويستيفال عالم الكواكب بجامعة كاليفورنيا إن دراسة وتحليل تراب النجم هيساعدنا في معرفة فهم أصولنا. إيه ده؟ تعالوا نشوف إزاي وصف العلماء تراب النجم اللي بيقولوا عليه. قالت الدكتورة فرانسيسكا كيمبر في بحثها المنشور بتاريخ 26 مارس 2004 في مجلة الفيزياء الفلكية استروفيزيكس بجامعة كورنيل أمريكا، إن تراب النجم، ركز بقى في مواصفاته، ناعم مثقول كده مش خشن. وقال الدكتور فرانز كروجر والدكتور يوخان كيسل بمعهد ماكس بلانك للفيزياء إن التراب مسود اللون، يبقى ناعم ومسود اللون. يا جماعة أنا بقول أسامي العلماء ليه؟ عشان نروح دور هم قالوا إيه. وأخيراً الدكتور ويليام ريفلي، ده أستاذ الكيمياء الحيوية المتفرغ بجامعة كورك في أيرلندا، قال إنه بالرغم من طبيعة الحجرية للتراب ده، لكنه لزج، لزج يتمتع بخاصية الالتصاق، وده عشان بيحتوي كربون والمواد العضوية. جمعنا آراء العلماء، شفت مواصفات تراب النجم، هنلاقيه ناعم مسود اللون، لزج يتمتع بخاصية الالتصاق، بيلزق يعني، وله خواص ترابية أو زي الأسمنت كده لما يتخلط بالمية يتحجر بعد ما يجف. سمعت الكلام ده كله؟ طب القرآن وصف لينا التراب اللي احنا اتخلقنا منه وقال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، مية وتراب اتخلطوا ببعض. وقال كمان ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. كلمة حمأ بدون تفسير في المعجم معناها مسود اللون. يا جماعة كلمة حمأ في اللغة العربية، مش بتكلم على تفسير المعجم، يعني ايه كلمة حمأ؟ مسود اللون. تاني الآية ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. طب ومسنون معناها ايه؟ مسنون ناعم، يا نهار ابيض. طب والقرآن كمان قال ايه؟ اللي جاية بقى خطيرة جدا، إنا خلقناهم من طين لازب، لازب بيلزق، لزج يتمتع بخاصية الالتصاق. يا جماعة زي ما وصف العلماء في زماننا الترابة، بس هم احتاجوا يطلعوا بسفينة فضاء لتراب النجوم ياخدوا عينة منها عشان يشوفوا هي المكونات الأصلية بتاعة اللي موجود في الأرض واللي احنا طبعا جينا منها لأن احنا من تراب الأرض، جت منين؟ هي جت تراب الأرض اللي احنا اتخلقنا منه جاي من تراب النجوم. فطلعوا فوق علشان بسفينة فضاء علشان يشوفوا طب أصل بقى المادة اللي احنا جايين منها من الأرض ايه؟ لقوها ناعمة ومسودة ولزجة. طب ما دي الثلاث آيات، طب ما الآيات دي هي اللي موجودة في القرآن، طب انتوا بتتكلموا في ايه؟ يعني طب ليه يبقى ليه حد يقول على الإسلام ان هو ضد العلم؟ طب ازاي حد يرفض القرآن؟ طب ازاي ربنا يقسم والسماء والطارق اللي انتوا هتكتشفوه في سنة 2015 و 14 و 2018 والسماء، ويا ترى يا جماعة لسه في حاجات في القرآن ما حدش اكتشفها هنكتشفها بعد 20 سنة؟ يقسم، واخدين بالكم يا جماعة ان كل ما ربنا يقسم العرب في زمن النبي مش فاهمين هو بيقسم على ايه، والأجيال التالية مش فاهمين، احنا فهمنا. انا ليه في الاخر بس كده عتب شوية، عتب على ايه؟ ان بعض المسلمين
وبعض المفسرين لما تيجي تدور على كلمة الترائب مثلا في اللغة في القرآن اللي مترجم للغة الإنجليزية تلاقيها مترجمة عظام صدر المرأة. مين اللي قال كده؟ فيجي حد ملحد ويقوم ماسك في كده يقولك الكلام ده غلط. ادي بقى انتوا بتقولوا كده في القرآن. ليه بنلوي الآيات؟ ما تسيبها زي ما ربنا قالها. مش فاهم تفسيرها اسكت، يتلتزم بالنص حرفي زي ما ربنا قاله. مش فاهم قول سبحان الله سبحان الخالق واسكت، لأنك هتلخبط. لكن روح لضلع العلم تفهم نص الآية، وساعتها تقف كده وتسكت وانت بتقرأ القرآن وتقول لا إله إلا الله، وممكن تسجد لربنا، وممكن بعديها تقول يا رب قسمك صحيح في دي. يبقى لما تأمرنا بالإيمان والصلاة وحسن الخلق ازاي ما نسمعش كلامك؟ هتلاقي ان ايمانك بيتحسن كل ما علمك يزيد فعلا. انما يخشى الله من عباده العلماء. شكرا ونشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله.